أنا على التليفون الأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي. يا أستاذ رجب صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا أستاذ أميرة، أهلا بيك. أكيد في البداية طبعا أنا ببارك لحضرتك بداية موفقة في الجولة الأولى. شفنا المصري البورسعيدي بينهي موسم صعب جدا وموسم طويل في المربع الذهبي، بيشارك في الكونفدرالية في الموسم ده، وكمان كابتن علي ماهر في الحقيقة عامل شغل كبير جدا ودعمته ببعض الصفقات. بداية موفقة، يمكن البعض اللي شاف المباراة قال دي مش بداية موسم، دي يعني الدور الثاني بسرعة كده من جمال المباريات. الحقيقة هي الإعداد كان قوي جدا الحمد لله، ولقينا دعم خلال الفترة اللي فاتت، وعندنا استقرار مالي أستاذ كامل حريص جدا عليه، وعندنا استقرار فني زي ما حضرتك قلتي كابتن علي ماهر، وعملنا سكواد عالي كمان، ضمينا السنة دي 9 صفقات. البداية إن شاء الله مبشرة، قادرين بإذن الله إن احنا نحقق آمال وطموحات النادي المصري وجماهيره خلال الفترة اللي فاتت، الفترة اللي جاية إن شاء الله. خلال الفترة اللي فاتت أكد على إن احنا كان عندنا معاناة جديدة جدا بالنسبة لملعب برج العرب زي ما حضرتك قلتي، و 13 سنة متواصلة كل لعب برج العرب. أعتقد إن احنا بدأنا نخرج من النفق المظلم ده ورحنا استاد السويس. الحقيقه الامور مبشره بالنسبه لاستاد السويس، وما يفوتناش النهارده ان احنا نوجه الشكر والتقدير لسياده النائب احمد دياب. الرابطه اتحركت معانا كويس جدا في سبيل الحصول على استاد السويس الجديد. ان شاء الله اللي جاي احسن بالنسبه للنادي المصري باذن الله. قد ايه الامور فرقت لجمهور بورسعيد؟ وكنا بنشوف دايما الجمهور في الحقيقه بيروح ورا النادي المصري دايما استاد برج العرب، وسنين انتوا كنتوا بتقولوا ان الجمهور تعب من السفر، يعني السويس اقرب شويه الى حد ما، وان شاء الله الامور تبقى مبشره اكتر مع انتهاء استاد بورسعيد، ان شاء الله تلعبوا على ملعبكم. المسافه اقرب كتير طبعا، يعني في اكتر من 440 كيلو من برج العرب لبورسعيد، وده كلام كان مرهق جدا بالنسبه لجماهير النادي المصري وللاعبين كمان في انتقال لبرج العرب، بالاضافه لان المده طالت قوي في التواجد في برج العرب. استاد السويس الجديد يعني اقرب كتير، نص المسافه بالظبط، واستاد مجهز على مستوى عالي جدا. الامور فيها شيء من الاستقرار بالنسبه للجماهير وبالنسبه للفريق وللجهاز الفني والاداري وكده. جمهور النادي المصري بيروح ورا النادي في اي مكان، قد ايه الدعم الجماهيري ده بيفرق معاكم انتوا كمجلس اداره وكفريق كمان؟ ما نقدرش ننكر اهميه وجود جماهير، خصوصا الجماهير العاشقه لناديها ولفريقها زي جماهير النادي المصري البورسعيدي. بورسعيد كلها بتعشق النادي المصري وبتتحرك وراه في اي مكان، فكان لازم نرفع عنهم المعاناه الشديده خلال الفتره اللي فاتت 13 سنه اللي فاتت دول. اعتقد ان هيبقى في زخم جماهيري اكتر خلال الفتره اللي جايه. اعتقد ان الاداء الرائع والخطوات الثابته اللي ماشي بها الفريق هيكون حافز اضافي كمان على تواجد جماهير خلال المباريات القادمه باذن الله. المباراه اللي جايه عندكم الجونه، شايف المباراه ازاي؟ الجونه يوم السبت ان شاء الله في السويس. الاعداد جيد، الجهاز الفني جاهز للقاء الجونه. الاداء الرائع اللي كان موجود في مباراه مع فريق عنيد زي طلائع الجيش المباراه اللي فاتت، ان شاء الله يكون الاداء جيد، لان الموسم الاستثنائي السنه دي موسم قوي جدا، يحتاج اعداد قوي، بيحتاج تركيز اكتر، وان شاء الله اللي جاي افضل بالنسبه للنادي المصري. نهيتوا موسم في المربع الذهبي، المصري هيشارك في الكونفدراليه، طموحكم ايه الموسم ده؟ احنا طموحنا عالي، لان ما تنسيش حضرتك ان النادي المصري نادي عريق ومحتاج يحتل الصدارة مكانته الطبيعية، وبإذن الله رايحين للكلام ده وجاهزين للمنافسة في الكونفدرالية بشكل قوي جدا، وإن شاء الله نقدر نحقق بطولة السنة دي إن شاء الله. فكرة الاستقرار والإبقاء على كابتن علي ماهر، بيقدم مستوى قوي جدا مع النادي المصري ومع اللاعبين، مجموعة اللاعبين كمان معاه المميزين بشكل كبير جدا، وقادر يحط بصمته، شايف الموسم التاني ليه إزاي مع المصري؟ مهم جدا مش الاستقرار الفني بس، هو صحيح بيتحقق، لكن
ما ننساش ان اهم عنصر من عناصر الاستقرار هو العنصر والدعم المالي اللي ما بيقدمه الاستاذ كامل ابو علي، واللي بيدعم فيه بقوه اللي هو محب حبش محافظ بورسعيد، بنوجه له كل الشكر والتقدير، بيدعم كويس جدا، والاستاذ كامل حريص على الوفاء بالالتزامات الماليه. كل هذا الكلام بيوفر استقرار مالي وبيشجع الاجهزه الفنيه والاداريه على توفير الاستقرار الفني، واعتقد ان دي اهم حاجه واهم عناصر من عوامل النجاح ان شاء الله. استاذ رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، انا بشكرك، اتمنى لكم ان شاء الله توفيق وموسم جديد يكون موفق للنادي المصري.